ثم يؤمر إسرافيل فينفخ في الصور فتطاير الأرواح، لأن الأرواح مجموعة في الصور، تتطاير كل روح إلى جسدها، ثم يحيون ويؤمرون بالمسير إلى المحشر، يؤمرون بالمسير إلى المحشر، يقومون من قبورهم ويسيرون إلى المحشر، ثم يجتمعون في المحشر ويقفون على أقدامهم في ضنك وضيق وحر شديد، وتدنو منهم الشمس، تدنو الشمس من رؤوسهم، ويأخذهم العرق والزحام الشديد، يعني لأنه يجتمع الأولون والآخرون في مكان واحد في صعيد واحد، يجتمعون ويعرقون عرقا شديدا، ويختلفون في العرق، منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يأخذ إلى نصفه، ومنهم من يأخذ إلى ركبتيه إلى آخره، والوقوف 50,000 سنة شاخصة أبصارهم، حافية أقدامهم، ليس عليهم نعال ولا حفاة عراة، ما عليهم ثياب، غرلا يعني غير مختونين، تعود القلفة التي قطعت تعود مكانها غرلا، ويقفون في هذا المحشر، هذا الوقوف الطويل، يجمعهم الله سبحانه وتعالى في هذا المحشر، الأولون والآخرون. نعم.